السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام، حياك الله شيخ علي. الله يخليك. الحمد لله. كيف أخبارك يا شيخ؟ والله الحمد لله، نشكر الله. كان عندي استفسار شيخ إذا أمكن، بارك الله فيك. تفضل. كنت قرأت في الأصول من كتاب الكافي في صفحة 240 في الجزء الأول أن أبناء الحسن بن علي كفار، والحديث صححه المجلسي في مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول في جزء 3 صفحة 57، وعلق عليه المازندراني في صفحة 340 في شرح أصول الكافي جزء 5، قال إنهم لم يطلبوا الحق وجحدوا الإمامة. أبناء الحسن بن علي؟ نعم شيخ. بالكافي مكتوب هيك؟ نعم. أقرأ لك النص شيخ؟ لا. حضرتكم منين؟ من مصر شيخ. من مصر. ايه ونعم، اهلا وسهلا، بارك الله فيك. ايه تفضل تفضل. اللي هو بيقول هنا في الرواية: وعندي الجفر الأحمر. قلت: وأي شيء في الجفر الأحمر؟ قال: السلاح، وذلك إنما يفتح للدم، يفتح صاحب السيف للقتل. فقال له عبد الله ابن أبي عفور: أصلحك الله، أيعرف هذا بنو الحسن؟ فقال: أي والله، كما يعرفون الليل إنه ليل والنهار إنه نهار، ولكنهم يحملهم الحسد وطلب الدنيا على الجحود والإنكار، ولو طلبوا الحق بالحق لكان خير لهم. مرآة العقول، قال الحديث الثالث حسن. المازندراني في تفسيره قال: قول ولو طلبوا الحق بالحق لكان خير لهم، وهم طلبوا الباطل، أعني الدنيا بالباطل الذي هو الحسد وإنكار الإمام وأهل الحق، فيعود إليهم النكال في الدنيا والوبال في الآخرة. ولو طلبوا الحق أعني الآخرة وما يوجب رفع الدرجة فيها بالحق الذي هو محتاج إلى محبة الإمام والإذعان بها والمتابعة. تمام؟ لأن صاحب أول المقالات قال: من جحد إمام من الأئمة، اللي هو الشيخ المفيد في كتاب أول المقالات في صفحة 33، بيقول القول في تسمية جاحد الإمام، واتفقت الإمامية على منكر أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى من فرض الطاعة فهو كافر مستحق الخلود في النار. وهم جحدوا الإمام شيخ علي أبو زيد يعني. تمام؟ نعم. هم جحدوا الإمامة، فما حكمهم شيخ؟ نعم نعم، بدنا نشوف صحة السند بس. ما هو المجلسي صحح والمازندراني صحح شيخ. ايه قصدي بنشوف بس صحة الرواية، اذا كانت الرواية صحيحة. ايوه بقول لحضرتك المجلسي. نعم. المجلسي خليني بس. طب اتفضل. بس اعطيني رقم المجلد ونشوف الرواية صحتها بس. طب انا مع حضرتك اهو. فيك تبعت لي المجلد والرقم على بالرقم، عرفت كيف؟ خليني نشوف الرواية. صبرا شيخ، خليك معايا. الاصول من الكافي. تمام. كتاب بعت لي اياهم، بعت لي اياهم، اكتب لي اياهم كتيبي يعني، عشان احطه انا مش بدي اشوف الروايه وناقشها انا واخواني المشايخ. طيب ابشر شيخ، ابعتها لك خلاص. بخدمتك انت، بس بعت لي صور لي ال 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 الصفحه الرقم. بعت لي اصور لك الصفحه شيخ، بس اكتب لي اياها مش ما انساه. ابشر شيخ، اكتب لي الرقم بس مش ما انساه. نعم. والمجلد. تمام شيخ، وان شاء الله بضلني بتواصل انا وياك، وان شاء الله بنناقش هذه الروايه ونشوف صحه سندها للروايه. تمام شيخ، والله انا كان عندي استفسارات كثيره يعني، اتمنى ان شاء الله نتواصل فيما بعد يعني شيخ باذن الله. بالخدمه بالخدمه. لا، شكرا شيخ على ابو زيد. على راسه. ما تبعت هبعتها لك دلوقتي شيخ، دلوقتي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله بخدمتك حبيبي. السلام عليكم. مع السلامه.